أخبار اليوم. اللواء بشرى شحاته مدير عام حديقة الجيزة، بنرحب بك معنا في بوابة أخبار اليوم. كل سنة وانتم طيبين وبنتشرف بوجودكم معنا. طبعا نتكلم عن شم النسيم، يعني الناس بتبقى في إقبال كتير على الحدائق والمنتزهات، عايزين تكلمنا النهارده عن إقبال الناس على الحديقة وعن الأمن واستعداداتكم لليوم ده. أول حقيقة احنا عاملين حسابنا من حوالي أكتر من 10 أيام، من احنا ده موسم معروف على مستوى مصر كلها، إن ده يوم احتفال عام موجود عندنا. فاحنا بنبقى مأمنين ان احنا بنزود الخدمة بتاعتنا. الخدمات عندنا في اليوم ده النهاردة بالكامل نسبة التواجد حوالي 150%. منين 50% الزيادة دي؟ ان في بعض الخدمات اللي هي زي الامن بتبقى عندي في الورديتين، باخد منها اجزاء بتعمل معايا ورديتين كاملين، فبوصل لنسبة التنفيذ بالنسبة للامن 150%. نفس الكلام بالنسبة للنظافة، نفس الكلام بالنسبة للافراد الصيانة. هي الحاجة الوحيدة ان انا ببقى غصب عني طبعا مش عامل فيها غير يا دوبك، دي بتبقى اخرها كان امبارح وهتبدأ من بكرة بتكثف ليا المسطحات الخضراء نتيجة طبعا الاقبال العالي ده، بقى فيه طبعا بعض التدميرات. طبعا احنا قادرين على اسبوع بالكامل ان شاء الله بنخليها ترجع زي ما كانت ان شاء الله. في الاجمالي كده بيبقى حوالي كام الف زائر بيزوروا الحديقة في شمال؟ هو الحقيقة احنا لو احنا جبنا الايام اللي احنا فيها، يعني انا متوقع النهاردة هتعدي 12. هتعدي 12 على مدار اليوم، لان انا من الصبح عندي اقبال عالي. طبعا درجة الحرارة اللي بتبقى عالية بيبقى في جزء من السكون، من متوقع من الساعة 5 هتزيد العدد كتير جدا. انا لغاية الوقت تقريبا دخل 6 تقريبا. يعني في اي حالات تحرش او في اي شكوى فرديه من اي حاجه؟ لا الحقيقه الموضوع ده تقريبا انتهى من المكان بقاله فتره طويله نتيجه التكدس او التواجد الامن المستمر، وبالاضافه طبعا بنشكر برضك قوات الشرطه لانها معانا متواجده من صباح، يعني من الصبح من الساعه تقريبا 8 بكثافه كويسه وبرتب متفاوته، عاملين معانا شغل كويس جدا النهارده. تقول ايه النهارده حضرتك بالنسبه لشم النسيم؟ قول كل سنة وانتم طيبين وعام سعيد وعيد شم نسيم سعيد، ونشوفكم السنة الجاية إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين.